نور دائما بنقول مسك الختام والناحية الفنية الجمالية، خاصة إذا بتكون بأنامل أنثوية. رح نحكي اليوم عن الرؤية الجديدة اللي قدمتها المخرجة غفران ديروان عبر الفيلم الوثائقي التسجيلي بيت العرائس، بقراءة لتفاصيل حياة إحدى العائلات السورية يلي بتسكن في إحدى مناطق العشوائيات بالمزة، من إنتاج أكاديمية شيراز للفنون. عرض الفيلم طبعا في 25 من شهر تموز في سينما كندي دمشق، ولحتى نحكي اكيد بشكل موسع وبالتفصيل عن الفيلم بصيرنا اكيد نرحب بالمخرجة العمل الأستاذة غفران ديروان. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك لاستضافتكم. صباحك. خلينا بالبداية نحكي عن الرؤية اللي طرحتي من خلال العائلة السورية في فيلمك التسجيلي بيت العرائس. فيلم بيت العرائس إنتاج أكاديمية شيراز للفنون اللي بتعنى بإنتاج الأفلام الوثائقية وكل إنتاجات السينمائية وحتى الموشن جرافيك والفنون بكافة أشكالها. الفيلم بيطرح فكرة أنه ليس كل ما نراه جميلاً من الخارج أنه هو بشكل عام بيعكس فعلا هذا الشيء، ممكن ايام بيكون من خلفه في افكار وفي الام وفي رؤيه اخرى. فانت لما بتكوني عم تصوري بيت غريب موجود بمنطقه دمشق ومنطقه الاحياء العشوائيه، ف يعني هذا الشيء غريب انك تشوفيه بيت مليء بالعرائس، كله عرائس، كله لعب وملون، وكانه عالم خارج عن المألوف وعالم خارجي عن كل ما يحيطه من بشاعة مثلا فيك تقولي، أو مشاكل تحيط بهاي المنطقة. شو حبيت توصلي من خلال هذا العمل؟ الفكرة الأساسية اللي حبيت توصليها. هلا هو يلكي الفيلم بيحوي كتير أفكار، منه الفكرة اللي سبقت وذكرت لك إياها إنه ممكن شيء بتشوفيه من برا يعني هو الظاهر دائما، دائما في شيء جواته داخليته. ثاني شغلة بتعكس أيام هموم الناس، قديش كل واحد عنده هموم ما عم بيظهرها بالحياة، صحيح. دائما نحن بنخفيها. والشيء الثاني انه انت كيف تعملي عالم تقدري تهربي فيه من 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 اشياء اخرى. هلا هي السيدة كان جزء جواتها طفولي انه هي عاملة بيتها ملون ومليء بالعرائس وعايشة حالة منفصلة يمكن من تماما عن شيء برا باب بيتها، تماما. يعني هذا البراءة اللي نحن عن جد بنشتاق لها، او دائما هذا الشيء اللي بنفتقد له بحياتنا انه تشوفي براءة الطفولة هي عم تعيشها من خلال هذا البيت، وبالاضافة انه هي عايشة مع عائلتها اللي هو زوجها وابنتها اللي عايشة معاها، وحتى كمان التناقضات بالحياة عم تشوفيها كمان فيهم لهدول العائلة. وبالإضافة أنه أنت بالنهاية كيف ساكنين الناس خارجها، خارج هاي المنطقة يعني خارج هذا البيت، الناس اللي حواليهم كيف ساكنين، كيف عم يعيشوا، كل واحد بتشوفيه من برا شيء بس هو بيحكي داخل. صحيح، بيقولوا البيوت أسرار، يعني كل واحد عايش ببيته حياته، أنا ما فيني أحمل همومي وطالع على برا أو شو صاير معي. هاي نقطة كتير مهمة ورسالة وهدف أساسي بالفيلم للعوائل السورية. بالختام الهدف الأساسي والرسالة الأساسية من الفيلم شو هي؟ الرسالة الأساسية إنه نحن نعكس حالة إنسانية كانت موجودة بهذا البيت. تاني شغلة نحن بنقول دائما إنه القدر يلعب بنا أو الدنيا عم تلعب فينا، فمنكتشف حالنا إنه نحن العرائس الحقيقيين. بنقول فيلم توثيقي يعني في مسؤولية كتير كبيرة. فيلم التوثيقي نحن عم نحكي عن حياة واقعية حقيقية للناس عم تشوفها من خلال السينما. صحيح. فإجباري لأنه أنت بتشتغلي مع بالفيلم الوثائقي هو مختلف تماما عن فيلم الدراما، انت ما عندك ممثلين عم يكونوا موجودين امام الكاميرا، انت عندك ناس حقيقيين عم تعيشي معهم، عم تعيشي تفاصيلهم. فانت انا بخلال الفيلم قدرت مثلا اعيش معهم كل الوقت، كيف بياكلوا، كيف بيشربوا، كيف بيناموا، كيف بيقعدوا، كيف عم يعيشوا حياتهم، تفاصيلها الصغيره. فهذا شيء مسؤوليه كثير كبيره. وثاني شغله صعب كثير انك انت تضلي معهم كل الوقت وتكوني تحت مزاجيه هدول الاشخاص. انت مو معك ممثل خلص عنده سكريبت وبده يلتزم وهيك، لا، انت بدك اذا مثلا بلحظه ما قال انا ما فيني كمل
ما بقدر صور، بدك يعني تمشي مع رغباته، ما فيك انت تجبري الشخص. صحيح. طبعا بالنهايه كمان اذا بدنا نحكي عن المخرجين من اناث لذكور، في نظره دائما للانثى اللي بتبحث بالتفاصيل وبتطلع منها كل الاشياء الجماليه، بتطلع منها افكار ممكن ما بدنا نظلمهم، بس نظرة الأنثوية دائما هي نظرة مختلفة. فخلينا نحكي، ما متحيزين النساء أبدا. فخلينا نحكي عن يمكن أبرز التفاصيل يلي حرصت المخرجة غفران إنه هي تطلعها يمكن لحتى توصل رسائل غير مباشرة. هو في معك حق، هو كمان لأنه جزء أو جزء الكبير من الفيلم هو أنثوي. العاطفة كمان بتلعب دور، يعني الرؤية البصرية والعاطفة للأنثى بتلعب دور بطريقة طرحها للموضوع. هو كمان الفيلم فيه هذا الجانب الكبير، جانب الأمومة ظهر بشكل كبير جدا بالفيلم. كمان ظهر شيء له علاقة بالحالة الصحية والمرضية، وهذا الشيء اللي خلال عرض الفيلم أثر بكل الناس اللي كانوا حاضرين. كان في جزء كتير كبير فيه مشاعر وخلى الناس تتعاطف معه لدرجة البكاء، يعني عرفتي كيف؟ وحتى السيدة خلال الفيلم كمان أظهرته بشكل كبير، العاطفة والجانب الأنثوي. وكون السيدة باسمة اللي هي بطلة الفيلم اللي مزينة بيتها وعاملة هذا البيت الغريب العجيب أنثى، والجانب الطفولي المتواجد فيها، فهذا جزء كبير مني ومن السيدة انعكس بخلال الفيلم. يعني حتى الألعاب إذا بتشوفي مثلا خلال عرض الفيلم أغلبية الألعاب العرائس هن أناس، يعني هن بنوتات، يعني هن هدول عرائس. فجانب الأنثوي بصراحة كان غالب بكل طاغي، لأنه كمان الأفراد العائلة بتلعب دور بهذا الفيلم التوثيقي. وقلتي بطلة الفيلم أساسا هي أنثى، أكيد نوجه لهم تحية كلياتهم فردا فردا. بعد هذا الفيلم شو طموحاتك أو شو حابة تعملي؟ خطوة توثيقية جديدة، فكرة حابة تعمليها، أو كمان الواقع المعيشي الحياتي اليوم بسوريا مختلف، فكمان بيلعب دور لطرح أفكار لإلك ممكن تستغليها؟ والله بصراحة أنا عندي كتير كتير أفكار إلى علاقة بالبلد سوريا بشكل عام. بدي أظهر الجوانب اللي مو كل الناس تنظر لها بطريقة إيجابية. بدي أطلع حتى بهموم العالم. بكل بيت في قصة، وداخل كل قلب في كمان هم وكذا. في امور ايام ما بننظر او ما بتتسلط عليها، ما بيتسلط عليها الضوء. حتى في شغلات ببلدنا بصراحه كثير حلوه بس ما عم نطلع عليها، يعني ما بننظر لها بنظره ان شاء الله ايجابيه. فانا حابه كمان هدول يطلعوا. اكيد اكيد. يعني يا غفران كثير نحن سعيدين انك انت موجوده معنا لليوم، بدي اتمنى لك كل التوفيق ولكل ابطال الفيلم كل التوفيق لهم. شكرا لك. تسلمي. شكرا لك، وانا كثير مسروره بوجودي معك.